يقول هذا السائل من إخواننا من بريطانيا: هل يجوز أن يهجر المسلم أخاه أو أن يهجر المبتدئ أن يهجر المسلم المبتدع؟ وإذا كانت جائزة فما هي ضابطها؟ حيث عندنا في بريطانيا يهجر بعض الشباب بعضهم ويرون أن هؤلاء هم المبتدعة، وليس بدعتهم من ناحية العقيدة وإنما من ناحية الحزب أو الجماعة أو غير ذلك. نعم، المبتدع يهجر إذا ثبت أنه مبتدع، إذا ثبت أنه مبتدع. لكن من هو اللي يعرف البدعة من السنة؟ ما يعرفها إلا العلماء، ما يعرف البدعة من السنة إلا العلماء. أما الطلبة والمبتدئون والمتعالمون فلا يعرفون البدعة من السنة، بل عندهم إن كل من خالفهم ولم يوافقهم فهو مبتدع، ولو كان المخالف على الحق وهذا على الباطل. فليس العبرة بالمخالفات والحزبيات والجماعات، العبرة باتباع الكتاب والسنة. فمن كان على الكتاب والسنة فإنه يجب اتباعه والاقتداء به والانضمام إليه، أما من خالف الكتاب والسنة وعمل بغيرهما فهذا يجب الابتعاد عنه. ولكن من الذي يبين هذا إلا أهل العلم؟ أما إن كل واحد يقول للثاني أنت مبتدع لا لشيء إلا لأنه لم يوافقك على كلامك أو على، فهذا ليس بصحيح. إذا اختلفنا في شيء نرجع إلى أهل العلم الذين يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله ويبينون لنا من هو المبتدع من السني، ثم بعد ذلك نكون على بصيرة. نعم.